داخلي غريب. أنا في أوتيل في دبي وممنوع التدخين في الغرف، فكنت نازل من الغرفة، طلعت من باب الغرفة أبغى أروح المصعد وأنزل عشان أدخن في المكان المفتوح. الممر حق الغرف اللي في الدور اللي أنا فيه تطفي الكهرباء، حساس، لما أحد يمر يشتغل. فقاعد أمشي، ما أدري ليش قاعد أأشر، بس قاعد أمشي كنت، ما أشوف إلا من آخر السيب طفل يركض علي. بالبداية أنا ما شفت إنه طفل، سمعت صوت رجول بس لأنه ما في كهرب، صوت رجول تركض. أقسم بالله أعطيتها وضعية اللي أبهرب خلاص، ما أعرف، ظلام وما أدري هو بسم الله الرحمن الرحيم هو حرامي، ماني عارف. لما أشتغل النور لقيت طفل صغير جدا، يعني عمره 4 سنين يا دوب، 5 إذا شقت نفسها، 4 5، صغير مرة 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 صغير. إيش فيك يا حبيبي؟ قال تعال تعال. شفت يتكلم عربي مع أن الأوتيل اللي أنا فيه يعني أغلبهم أجانب. تعال تعال مدري إيش، وين ماما؟ يبكي. شلته ونزلت على الريسبشن، قلت له هذا الطفل لقيته في الدور الخامس قاعد يبكي يدور على أمه، وين؟ إيش فيه؟ دق على الغرفة ما ترد، دق على الجوال ما ترد. تابعوها في الكاميرات، نومت الطفل وطالعة رايحة لغرفة شخص الله يصلحها ويصلحه، رايحة لغرفة واحد. أنا ماني عارف إيش أقول، أقسم بالله العظيم. قلت للريسبشن معليش أعطيني رقمها، مع أني أنا مالي دخل يعني، بس أعطيني رقمها لو سمحت، وأتصل عليها وأتصل عليها وأتصل عليها. واللي شدني أكثر أن الطفل من دولة عربية، والدولة هذه أنا أحبها، يعني مسلم وعربي ودولة ما أقدر أتكلم، أن الناس بتفهمني أن أنا قاعد أعيب هذه الدولة، لا والله، بس أنا خذتني على قولتهم. ما أعرف، ماني عارف كيف أشرح لك إيش الشعور اللي حسيته، أن طفل صاحي الساعة 1 في الليل في أوتيل يدور أمه. طبعا أنا على طول جتني أفكار سيئة، بس أنه إيش قلت؟ أحسن الظن، مهما كان أحسن الظن، ممكن صاحبتها في الدور الثاني أو في الدور أو خالتها أختها اللي هو. فأخذت تفاصيل من الريسبشن، قال لا هي جاية لحالها، هي وولدها واللي داخل عنده جاية لحاله بعد، الله يهديهم ويصلحهم، ما أقدر أقول إلا كذا. ونتصل عليه ونتصل عليها ونطلعنا أرقامهم من الكمبيوتر حق الأوتيل ونتصل عليهم. آخر شيء رد هو، هي ما ردت لحد الآن، هو رد قال نعم، قلنا له كذا 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 كذا، الولد صح ويدور أمه، الأم معاك صح؟ يعني المفروض أنت أقل شيء أنك تجحد تقول لا ما مو معي. قال أيوة معاي وإحنا قريبين من الأوتيل. وجد أقسم بالله العظيم أن الطفل أنا ماسكه في الريسبشن نستنى الأم، رب الكعبة الطفل لما جت أمه، ورب الكعبة وخر عنها، ورب الكعبة ورب الكعبة وخر عنها، الضمة يوخر، تقول أمشي أشتري لك مدري إيش حلاوة من البقالة ونروح نتمشى أنا وياك، يوخر عنها الولد. فأنا بس أنا عارف أني طولت، بس أنت كأم، أنت من جد أمك طالعة مع واحد وتاركة ولدك، شيء عجيب. ولا تسألني أنا ليش قاعد أقول السالفة، أقسم بالله.